كنا نتحدث عن تعلم اللهجات وتعلم الصوت القرآني. هذه إما إذا عند أنتم كبار، نحكي عن أنتم بعمر كبير، صح؟ العمر الكبير بدهم موازين وتدرب في البيت، تتدرب على نفسك، تعملي، تشتغلي. يعني أنا بذكر مرة إنه معلمتي كانت تتحدث عن لها ها إنها صوت فيه شيء من الصوت وليس زي صوت النفس، مش هذا صوت نفس، بدك زي صوت الهمهمة. هذا الصوت يعني يمكن قعد يومين وأنا أتدرب إني أعمل ها حتى استطعت أتقن الصوت. فإذا صح المعلومة بتستعلميها هون، لكن فعليا التدرب عليها هو اللي بجيبها. هذا بالنسبة لكبار بالعمر، فإذا بدها تدرب ووقت حتى تصل إليه وتستمري، ما تنقطع. احنا درسنا مرة بالأسبوع، أنت بدك يومي تتدربي حتى تصلي إلى الصوت اللي بدك إياه. اثنين، إذا كنت صغار وهو الأفضل إنك تبدأي فيها. اللي بتعلم تمهيدية، إن كان قصدي صغير في العلم، لسات أول مرة بقرأ قرآن، أول مرة بده يتدرب، أو إذا كان صغار بالعمر اللي هو لحد عمر 12، هذا عمر بسموه تعلم اللغة. فبقول لك اللغة، إذا كان الطفل تعلم اللغة كل ما كان أبكر، بنحكي من 3، إذا كان من 3 تقريبا كأنه للـ8، ناس الدراسة بالضبط الرقم هون، بس بهذا العمر تقريبا إذا تعلم اللغة في وقتها بحكيها بلهجة أهلها، حتى وإن تعلم 10 لغات إذا سمعها من صاحب اللهجة الأصلية، من كثر ما عندهم إيش اسمه قوة المركز اللغوي اللي بنتج الكلام. يعني زي اللي هي طرفة تقول إنه واحد راح على بلاد أمريكا فبيحكوا له كيف الإنجليزي هناك وكذا، بيحكي حتى صغارهم بيحكوا إنجليزي، هي طرفة بس دليل إن الطفل يقلد كلام اللي موجود في عند أهله، يتشكل لغته. فالطفل اللي بتعلم اللغة على صغر بيطلع لك الأصوات القرآنية أصح. فعشان هيك اللي بركزوا أنتوا الآن في الإتقان، لكن دوروا على أطفال تعلموها. تعال نجرب نحكي الضو، تعال نحكي قو، تعال نحكي ك قو إك، طلع نفس كذا وهكذا. فبالتالي هذا الطفل بس يسمع الصوت سيستطيع تقليده. لا تقولي له فيها همس، فيها صفة كذا، فيها صفة كذا، لا تحكي له هاي التفاصيل، ما محتاج هاي التفاصيل، بس مجرد احكي له هيك صوتها ك ك لحاله حيقلدها. قو قو، اعطيني اياها اكثر، كبر كبر، يمكن حتى ما تستخدميش كلمات التجويد. بو طول طول الصوت زي البالون، انفخ بالون، اعطيني اياها اطول، اعطيني اياها كذا، بس سمعيها بصير يقلده على صغر بيستطيع. فهنا أهمية إنه ما تستنوا إذا كانت الطالبة في التمهيدية أو بتأخذ قرآن وهي صغيرة وكذا، من أولها القاف تلفظ هيك، الضاد تعطيني إياها هيك على صغر، هذا كم بريحة، هذا كم بيطلق خرج بالقرآن صوتي. ولا صاحبي كيف نقل لنا هذه الأصوات؟ صح هي لهجتهم، طب والتابعين، والتابعين من الأعاجم اللي أصبحوا من علماء الأمة، أعجمي أصلا وبيئته أعجمية ومع ذلك كان من علماء اللغة العربية، صح ولا لا؟ يعني يتحدث وهو من علماء اللغة العربية. فالعربية هي لغة وليست عرق، ليس لا يوجد عرق بشري اسمه عربي، هو لغة، من يتحدث اللغة العربية فهو عربي. طيب، فإذا هذا بالنسبة لتعلم الذاتي، كثير من الإتقان تعلم ذاتي. تعلم ذاتي بمعنى قد تعطيك المعلومة منقوصة، تروح أنت تحضر 3-4 فيديوهات صرت تقول ليش انا كيف انا حكينا عن تنفس، غالي راحت حضرت يمكن 4-5 فيديوهات لحتى وصلت للفيديو اللي يناسب شو الناقصها، صح ولا لا؟ فهي عمليه البحث، هاي التعلم الذاتي، هاي واحدة من المهارات اللي لازم تكون عندكم. 2، الحضور. انا ما حضرت عندي وانت بتتدربي، لكن حتحضر عندي لما تعطيني النهائي، صح ولا لا؟ فاذا نتيجه تدربك، ان كنت احتجت تغيبه، نتيجه تدربك حتوصلني لحظه ما تيجي عندي، فما حيضيع عليك شيء. فإذا هو تعلم ذاتي، حاولي تدربي ذاتيا وتتابعي معنا في التدريبات، وإذا في شيء ناقصك اسألينا، إما في موضوع بكون ناقص شرحه بزيد في شرحه، بشدد أو بسهب في شرحه، أو إنه فهي كله إنه نحكي قاعدين. إذا كنت اضطريتي للغياب، إذا مضطرة للغياب كيف تعمل؟ طيب، بارك الله.